صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، اهلا البنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده، وان شاء الله النهار تاع اليوم يلاقيكم وانتم في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا اليوم نهار الشتيوا، شغل الحال ما فهمناش، ساعات سخانه ساعات شميسه ساعات يدور الحال كومبليتمون يولي البرد، يعني كل نهار ونهارو. الحمد لله على كل حال اليوم صبحت صباح الله الروتيني مع بنتي كيكون في الدار. كنت في الدار وحدي انا وبنتي. انا كنشوف هذاك النهار كنشوف بنتي يعني رقدت لي صباح، ولا جو بروفيت كيما اليوم نوض نوجد فطوري وعشايا علاجه، كيما انا اليوم كنت حنوجد العشاء بيسك كان عندي الفطور واجد، يعني قاعد لي واش قاعد لي البارح، وقلت نحي العشاء من طريق هكا باش نقعد لابخي ميدي مع بنتي اليز، وندير جوست قهوه تاع العصر هذا ما كان، والعشيه يعني في الليل ما يكونش عندي ني طياب حتى حاجه، نسخن برك ويلا كيما قال واحد، ماشي غير الكوزينه كوزينه باسكو نقعدوا واقفين مول الكوزينه ما راهوش حيخلص الشغل. و سي روماركيو بلي منين دخلوا لا كوزين والله ما نخرجوا منها، يعني حتى العشيه، وانا سوي كونتر جو بريفير ليكيدي واش ليكيدي، وكيما قال واحد حاجه اي عفسه يعني اللي تشبع الكرش هذاك هو، سينو ماشي كل نهار ونهارو تو سامبلومون. سينو اليوم قلت نوجد العشاء ماشطو، كنت شهيت وجواز ماشطو صافي عندي بزاف ما درتوش الوغ. كنت هذاك شاهو اللي كان البارح، وي فوالا البارح، اليوم نوض نقيتو غسلتو بالطبع بالماء والخل، توجور هذوما شوفوا الخضروات لازم توجور نغسلهم بالماء والخل، سختو الماشطو الوسموس السلق فيهم تراب معناتها لازم نغسلهم مليح البنات، وحطيتو في الكسكاس قطرتو مليح، ودوكا راني حنطيب ايه وبيان سور بالبصله. ديجا كنت ديجا بارطاجيت معكم لا غوسه تاع الماشطو. سينو كونسيرنو اللي سقساوني على تحضيرات تاع رمضان ان شاء الله حنبداهم. بون اللي قالوا لي بلي كيفاش كونتر ماشي كونتر، شوفوا البنات انا ما نقدر نجوجي حتى واحد، وما نقدرش نقول جو سوي كونتر ولا ما رانيش كونتر، باسكو انا وحده من الناس راني خدامه وما عنديش الوقت، مي الحمد لله على كل حال ندير واش نقدر والباقي على ربي. هذا ما كان يعني مانيش حنقول لكم بلي انا سوي كونتر لا مي كونجي، باسكو كل واحد وصحته، كل واحد كاين اللي مرض ما يقدرش يوقف في الكوزينه، كاين ما عندوش عنده لا تخوص، كاين كل واحد يعني وصحته ومجهوده في رمضان، كاين اللي يحب يعني واسي وقته بوكو بلوس كيما نقولوا حنايا الاولاد والقراءة القران الاذكار بيان سور. بون حنايا قراءة القران على العام ماشي جوست في رمضان، قاعد نفكروا المصحف نجبدوه، هذه صح جوست كونت ماشي العام العام واحد يجبد المصحف ديالو، مي وشنو كل واحد والمجهود ديالو. كيما انا قلت لكم مانيش حنكونجلي كلش بويسك ما نكذبش عليكم ما نحبش نكونجلي بوراك وهادو، الوغ واش ندير باذن الله نوجد لي فون دو تارت حنوجدهم هادو ما سالي. بون كي نقول لكم نوجد يعني مانيش حنخدم كونتيتي تاع 30 40 ماكسيموم 15 حبه، هذه كنقول ماكسيموم بويسك حنايا ماشي وكالين، يعني الزوج ديالي ماشي وكال ياكل، وبنتي مازالها صغيره ما تحبش بزاف هاد الصوالح، سي بور سا نوجد 15 حبه برك ماكسيموم، وكما قال اي فا يخلصوا يفرج ربي، وكل نهار ونهار وكل نهار وبركته، وفي نفس الوقت باش ندو الاجر تاع الوقوف للمطبخ لازم باش واحد يتاجر عليها تانيك، ميم كي تطيبوا وتحطوا راكم حتتاجروا عليها. وبنت رمضان هذه هي باش ما نحوش كامل بنت رمضان، باسكو تال ما ولينا نشوفوا في الاونه الاخيره الناس ولات تسبق بزاف الاحداث، ما يعني ما نكذبوش على بعضنا ولينا نسبقوا بزاف الاحداث. جا رمضان وجدوا 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 خبوا، والله يعلم اذا لحقنا به ولا لا ولا لحق بينا ولا زعما ما على بالناش من الغدوه، وبزاف يعني منا لهم بعد دقيقه دوك راني معاكم هكا ندير في المونتاج، ومنا على دقيقه ولا ثانيه الله يعلم كاباباني هنا كاباب مانيش انا، لا لا البنات انا غلطه سي بوغ سا واحد باسكو عم بالكم لا غير حتى رمضان راحت سبحان الله البنه راحت البركه راحت. بون نهضر على نفسي انا توجور نقول لكم نحب نهضر جوست على نفسي، نشفى انايا في دارنا بكري يعني كي كنا صغار مع ماما جامي شها وجدت رمضان قالت تخبي هذه وتخبي هذه، كونترير كانت تقضي سي نورمال قضيان هكا خفاف ماشي قضيان هذاك تاع شهر شهرين نو، مي وشنو بعد كيما قال كل نهار ونهار، وكل ما تخسر حاجه تشريها هذاك النهار. هذا ما كان كيما ماما الخضره ما تكونجليهاش باغ اكزومبل، تقول لك بلي انا ينفي غوت نشي كيلو زوديه في ما على باليش باغ اكزومبل في هذاك النهار شي كيلو زوديه زوج كيلو، ومن بعد تبدا تدبالي تقول لك لا لا نشي برطل نطيب به وغدوه ان شاء الله العا كي نسحقها نزيد نعاود نشريها جديده يعني فريشكا كيما راني ندير انا هكذا. نقول لكم لا لا البنات كي كنت عروسه جديده كنت نشي بالكيلو ونحط، ومن بعد نلقاها دبالت شغل شتوها كيفاش تولي تتكمش، بعد وليت ندير كيما ماما
كل خضره كل نهار نشريها، يعني نشريها جديده فريشكا وعندها بنه. فوالا البنات، يعني هذه سيتي جوست اونتر بارونتيس، انا نقصرو بيان سور بيسك سي ان روتين، وفي نفس الوقت قصره نحب توجور نقصر معكم ونعطيكم رايي. سختو اللي يسقسوني كيفاش وكيفاش وكيفاش، انا نحب نعطيكم رايي وتخمامي كيفاش داير. بون انا مانيش نقول لكم مدرسه في هذه الدنيا ولا، باسكو ميم انا كيما نتوما مازالني صغيره الحمد لله، يعني راني نتعلم كل يوم، راني نتعلم حاجه ومازالني نزيد نتعلم. وتوجور نقول لكم بلي طونك انا عايشه نقعدوا كل يوم نتعلموا حاجه حتى نموتوا، يعني التعليم في سواء في المطبخ سواء في اي عفسه سواء في هذه الدنيا اون جينيرال ما عندوش لاج وما عندوش حد، يعني نقعدوا نتعلموا ونتعلموا ونتعلموا حتى نهار اللي نموتوا تو سامبلومون، حتى نكبروا ونولوا عجايز ومازالنا نتعلموا. صافي با دير تشوفيها عجوزه كبيره تقولي اه هذه سي بون راهي تعرف كلش في الدنيا، نو البنات، يعني نقعدوا نتعلموا ونعرفوا صوالح، اليوم نغلطوا غدوه يعني نصلحوا نصحوها، وهذه هي. وكما قال الانسان خطا تو سامبلومون، ما نقدروش نكونوا كاملين من كلش، لا لا البنات، واذا غلط قولوا لي ونتقبل الانتقادات، ما عنديش مشكل انا في هذه الحاجه. توجور انا نقول لكم باللي قولوا واش تحبوا وهضروا واش تحبوا وكتبوا واش تحبوا، ما عنديش كامل مشكل. وكونترير كيت انا بوغ ما كي تنتقدوني ولا كي تكتبوا لي تقولوا لي لا لا انا راكي غلطه هكا ولا هكا، بوغ ما سيك سمعتوني وسيد لحق لكم ميساج وانا نقصوا، يعني نقاش. انا توجور نقول لهم نحب نتناقش ونحب ندي افكار ونحب يعني ندي كما نقولوا ندي لي زيدي ديالكم وتدوا لي زيدي ديالي، يعني هكذا نتقاسموا مع بعضنا، رانا فاميليا رانا خيات. ونبداو ان شاء الله نهارنا على بركه الله، ونقولوا بسم الله وما ننساوش نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا كيف كيف يا البنات هكا باش نكملوا لا روتين تاعنا ان شاء الله تاع اليوم، حتكون ان روتين سامبل كيما كامل العائله الجزائريه. لو ديروها هكا تتهناو منها. انا كي شطوحي كملت ومازال الحال، يعني قلت هنايا كنت فطرت بنتي وسي بون راهي دير فلاسيست، هنايا قلت نوجد حاجه حلوه لقهوه العصر مالغي ما كاش ليش ياكلها معايا ابار زوج ديالي شويه هكا، سينو هو يعني با ترو سكري، يعني ما يحبش عفسه حلوه كي هو كي بنتي. قلت نوجد كيكه سهله سريعه وبزاف بنينه، ثلاث حبات بيض فرقت هنا للصفار على البياض، وهنا واش ندير نطلع قبل البياض باش نيفيتي اشاك فوا نغسل الوسمو ديالي لو بغايتو، الوغ نطلع البياض مليح بقرصه تاع ملح ونخليه بجيه. ومن بعد نخدم هنا ثلاث حبات بيض، عندي تماتيك 125 غرام تاع المارغرين برتها دوبلي كيما شفتو بيان سور بعد برد لي، عندي هنايا خمس ملاعق كبار تاع ماكله يعني تاع السكر، واللي ما تحبش الحلاوه ديري اربع ملاعق. عندي هنايا البور دو كاكاوات هو اللي حيعطيني مذاق هاي الفول السوداني، زبده الفول السوداني اللي عندها في الدار ما لقاتش واش دير بها، ديري بها هذه الكيكه بزاف بزاف بنينه. ومعروف انه الفول السوداني نخدموا به ثاني لي كوكيز، لا فري روسيت لي كوكيز تنخدم بالبور دو كاكاوات. انا عندي هديه قعدت لي حوالي زوج ملاعق كبار راني حنكملها يعني في هذه الوصفه، عندي نص كاس تاع حليب، وعندي هنا مغرف كبيره تاع الكاكاو اللي ما تحبش ديال الكاكاو يعني تقدري تستغني عليها عادي، وعندي زوج كيسان تاع الفارينه. ولا واش ديري، ديري حوالي كيما نقولوا خمس، بداي بخمس ملاعق كبار تاع الفارينه، ومن بعد تشوفي القوام تاع الخليط ديالك لازم يجي كيما المسكوتشو كيما الكيك، يعني ما يجيش خفيف وما يجيش ثقيل بزاف هكا البنات. وعندي خميره تاع نواره باكي برك هذا ما كان. واش ثاني وهنايا باش الكيكه تجيني بزاف بزاف بنينه، كانوا عندي هنا حوالي زوج حبات تاع الجوز ماشي حاجه، وهاد المرحله تقدروا تستغنوا عليها، ولا اللي عندها كاوكاو ثاني تقدري يعني اذا محمص درسيه ابين برك هذا ما كان، ورميهم بعد في الخليط يجي بزاف بنين. قلت لكم انا قعدوا لي قيس زوج حبات برك كانوا عندي في الدار، الوغ دوك هادو ما نعبزهم جوست بيديا يعني باش نقارديهم شويه حبيبات هكذا يا خشان. هذاك هو البنه كيما قال حنايا كي تكوني تاكلي في الكيكه وتحسي هذاك الجوز يعني يعني تحسي في لي مورسو ديالو. وباش حنشبعها من الفوق عندي انا هذا الايفيلي تاع تاع اللوز فوالا ايفيلي ياك نورمالمون هكا يسموها، بالكم تلفت لي نورمالمون
تاع اموند واش هذاك تشيتو لا فوا باسي قيس 10000 برك، ماشي لازم نشوف كونتيتي 20000 30000 10000. انا خدمت بها قيب 4 مرات الله يبارك، يعني التزيين يبقى اختياري انا حنزين بهذاك، ومع اللي خليت حب دي لا جولي ولا اللي تحب تخليها ناشفه، كل واحد كيفاش. اون توكا انا العشاء ديالي بيان سور ساعه على ساعه نضرب عليه طله، هاولي درتو يطيب، وانا الجواز تاع الماشطو بالبصل والطوماطيش، ونحب ندير فيه قرعه زوج حبيبات قرعه نقطعهم لداخل، ما نحبش فيه البطاطا ما نكذبش عليكم باسكو يجي ثقيل، ما جام با البطاطا في الجوازات انايا. سينو من بعد بنتي نزيد نقليها معاها غير حبيبات البطاطا، يعني نقليهم لها هكا باش تجوزهم معاه تاكل. وهذا ما كان، ودوكا نبداو نوجدوا الكيكه ديالنا. قلت لكم سهله ولا يحب الوصفه بالضبط، يعني نعاود ندير لكم فيديو عليها وحدها، يعني سورتو رمضان ان شاء الله راهو جاي. بون انا بيرسو ما نكذبش عليكم في رمضان ما نحبش بزاف لي غاتو وهادو، ما نكذبش عليكم نحب بريوش كيما زمان، هذاك بريوش اللي ما فيه والو. هذا ما كان من سينو لي غاتو ولا ما نديرهمش بزاف في رمضان، صغار يعني كي تشهى النفس برك. هذا ما كان مي سينو سي سي غار بزاف، وين ندير لي غاتو؟ قولوا لي نتوما في التعليقات اسكو ديروا لي غاتو في رمضان ولا ما على باليش، ولا عطوني كاش اون غوسه تكون هكا خفيفه ظريفه في رمضان، يعني كي تاكليها ما تكهمت ما تقلك. باسكو انا في رمضان نو، في رمضان ما يجيني عس علي بلوس كو سوكري، وهاد الايامات كنت غوجيني شويه على اللي كيما هادو مسكوتشو كيك جو سي با، جاني جوست عليهم حاجه ناشفه هكا. وهذه هي البنات نورمالمون هنا تكتب في صندوق الوصف ان شاء الله نكتب لكم الوصفه تاني، يعني اللي حابه تجربها نقول لك جربيها اختيتو، على بالي بلي راهي رايحه تعجبك بزاف بزاف بزاف. بور لا فاني اللي تحب ديرها، اللي ما تحبش ديرها بويسك حنا حنديرو بور دو كاكاوات، وبور دو كاكاوات عنده لوغو تاع الكاوكاو تو سامبلومون، مي انا حنزيد شويه لا فاني هاديه تاع ليكيد، يعني اكسخي دو فاني هذا ما كان، واللي عندها غبره من احسن باسكو هادي ديجا قولوا لي اذا نتوما كي شريتوها تطلق لكم لا كولور، يعني تبدل لكم لا كولور تاع لاباط تاعكم. انا بدلت لي لا كولور، موالفه نشري اكسخي دو فاني هاديه مي جامي بدلت لي لا كولور، مي كيما هادي حسيت اونديغي فيها كولورون، والله يعلم ماني نتفلسف بزاف هاد الايامات على بالي ما ديروش عليا، صبروا عليا برك البنات. لا غالب راكم تعرفوا رمضان باذن الله راهو على الابواب، راني متحمسه بزاف بزاف، راني متحمسه اكثر من عام اللي فات، اي بورتون صدقوني صدقا انه عام اللي فات درت لكم دي فيديو وتالمو جافي با ترو لو مورال مع سيتي لو كورونا، وكنا كامل في الدار جافي با ترو لو مورال تاع نبيبلي لكم لي فيديو. يا ربي بيبليت رمضان اللي فات اذا شفيتو دو فيديو هدا ما كان، مي سينو جافي با ترو لو مورال، اي بورتون لا كنت فيلميت بليزور فيديو وما حطيته لكمش، ومن بعد قلت اي توبي وليت عاوت نحيتهم كامل ما نكذبش عليكم، باسكو حسيتها سيتي با كامل مومون، وفي نفس الوقت يعني ما شفتها ما عندها حتى بنا مع الكورونا وكنا في الدار. هنا واش درت البنات؟ طلعت لو بلون تاعي تاع البيض، يعني البياض البيض طلعته مليح كيما نقولوا ميغانك، يعني حتى وين يحكم روحو، ونحيتو متريق. وعاش نقول لكم توجور سبقوا به كي تكونوا حتفرقوا الصفرا البيض، باش هكا دوكا نخدم نورمال بهادي بلا ما نعاود نحي لي بياس ونغسلهم. انا توجور هكا ندير البنات باش ما نضيعش وقتي، وفي نفس الوقت كيما قال واحد ليكيدي شويه دي فوا لازم نغمضوا عينينا وليكيدو. سينو نتوما البنات بيد ما نحضر في الكيكه قولوا لي، ما بيش نحب نقرعج عليكم هكا، قولوا لي واش راكم تحضروا واش راكم ديروا مع رمضان ديال التحضيرات، واش راكم ما بيش اسكو راكم متحمسين كيما انا. هنا ضربت الصفار البيض مع 5 ملاعق تاع السكر، تعرفوني انا والسكر نموت عليه بزاف، درت 5 ملاعق، اللي ما تحبش الحلاوه دير ربع ملاعق هذا ما كان. ودرت هنا دوكا كيما راكم تشوفوا هذيك زبده الفول السوداني درتها دوك دوكاتيك نزيد نضربها مليح. هذا ما كان قلت لكم 2 ملاعق هذا ما كان. وهنا وعلاش راني كاميري ونكوبين كاميري؟ باسكو هنا لو سيبور تاعي تكسر لي، معناتها جوسي اوبليجي نعاود نشري وخد اخر جوست في خاطركم، واني نحكم كاميرا بيدي، يعني راني نخدم هكا وهاك شويه شويه، او محكوم ابو بخي، يعني راني نصور وحاكمه قلبي خايفه طيح لي غير الكاميرا. هذا ما كان باسكو قلت لهم تكسر الكاميرا معناتها راح كيما قال لي كيما قال سي بون راح كلش، سي بوغ سا راني نخدم غير بالعقل، كل ما نشوفها تقالت ولا نحسها بلي بدات تمين نحبس ونعاود نبلاصي، راكم فاهميني نورمالمون. وهذه هي هنا درت اكسخي دفاني شويه برك، تحبوا تستغناو على هاد المرحله ما ديروش اكسخي دفاني، تقعدوا لوغو تاع بور دو كاكاوات. بون باش نتفاهموا البنات، اللي عندها حساسيه من الفول السوداني ما ديريهش تو سامبلومون، باسكو اللي عندها حساسيه حساسيه هذه هي. انا وحده عندي حساسيه منه، مي شنو كي نكثر بزاف منه، مي كاين يكون هكا في كيكه ولا ناكلو مره في الغره ما يدير لي والو عادي. هنا واش درت؟ درت 5 ملاعق تاع فرينه، ودرت ملعقه كبيره تاع الكاكاو
خير الكاكاو اللي يكون بنين وعنده ريحه شابه باش يعطيكم بنه بنينه. هنا بالعاني ما حبيتش نزل بلا فيديو، خليتها كما قال في ردها، وعلى بالي حتخرج طويله وحيجوني لي كومونتير اليوم درتي فيديو طويله وكي تهضري وتهضري وتهضري. ولا غسيت البنات نسكت شويه ما قدرتش، لا غالب سي سا لو برينسيپ. انا بوما كي ندير لكم دي فيديو سي بارلي، بيسك معكم تشوفوا فيا لازم نهضر تو سامبلومون، سمحوا لي. وتاني كنت درت لكم فيديو على لي روبو اللي عندي وهادو ما كهرو منزليه، الوغ نسيت ما وريت لكمش هذا لو ميكسور تاعي ولا لو باتور، يقولوا لو باتور نورمالمون ماشي ميكسور، باتور تاعي هدايا تاع الساب اللي سقساتني عليه، هذا بزاف بزاف هايل ونسيت ما وريته لكمش. قلت لكم في راميزور واش نسيت ما وريت لكمش في هذيك لا فيديو، كي يكون يوتيليزي في لي فيديو الماجين ان شاء الله نوري لكم. كيما اليوم جبتو تفكرت بلي ما وريته لكمش، اي فوالا هاوليك يجي فيه 4 بياس، يعني زوج هذوك اللي نطلعوا به العجين وزوج تاع اللي نخدموا به لي غاتو. مي سينو بزاف بزاف هايل هذا الساب، راني شافيه واقي 650 خلصناه في حاميس عفسه هكذا. مي لا مارك تاعو بزاف هايله، الساب اشروها وعينيكم غمضين ما تخافوش. شوفوا انا الساب ما نحبو اكثر من مولينكس، يعني باش نكون صريحه معكم الساب وبوش اكثر من مولينكس. مولينكس دي فاي يخدعني ويديرها بيا، مي الساب وبوش نو. مي سينو هذا بزاف هايل، وبارابور مولينكس هذا فيه 5 فيتاس البنات. مولينكس لا بلوبار تاع مولينكس يجوا فيهم 2 فيتاس برك، هذا ما كان، مي كيما هذا فيه 5 فيتاس بزاف بزاف هايل. هنا حطيت الفارينه ديالي كيما راكم تشوفوا، زدت ضربت ويعني حتى ونخلط كامل تخلط لي مليح، ودوك هذيك حطيت البياض البيض ونبدا نطلع يعني من تحت ونطلع، يعني من تحت ونطلع يعني نخلطو مليح بلا ما نهبط البياض ديالي هكذا البنات، يعني بلا ما نهبط هذاك القوام حتى ندخلو كامل مليح. بيان سور هنا قلت لكم باللي درت ربع كاس تاع فرينه فينالمون، ما درتش نص ربع كاس تاع حليب، ما حبيتش ندير نص كاس باش ما تجينيش بزاف ليكيد وباش ما نكثرلهاش في نفس الوقت بزاف فرينه وما تجينيش كيما نقولوا مدكسه. اون توكا هذه تجي خفيفه ويقولوا هشه سي سا بزاف بنينه تو سامبلومون، سختو هذاك الجوز ولا عطاها واحد البنه ماشي في لوكو بنات، عطاها هذيك البنه تاع كي تكوني تاكلي وتطيحي في حبيبه كروستيونت هكا تو سامبلومون، هذا ما كان. مي سينو بزاف بنينه، ولي ما عندهاش الجوز تقدري ديري اللوز اذا عندك، ولا ما عندكش اللوز ديري كاوكاو عادي. ليسونس حمصيهم برك شويه وكيما نقولوا كسريهم هكا شويه ابل برك بيدك، يعني ماشي حتى يولوا رطبين ولا، هذا ما كان. وصفه سهله حضرتها تقريبا يا ربي في 10 مينوت دخلتها الطيب وتحصلت على كيكه بزاف بزاف بنينه. سينو ثاني واش جيت حنهضر لكم، قلت لكم باللي باذن الله راني حنوجد لي فون دو تارت، هادو اللي راني حنوجدهم رمضان بالنسبه للرمضان الكريم، قلت لكم نوجدها هكذاك 15، واني شيت لهم دي بواط ان شاء الله نوريه لكم لي بواط اللي حندير فيهم لي فون دو تارت، بزاف براتيك بزاف هايلين، وديروهم في الكونجيلاتور يعني ما تخافوش كامل يدخلوا منين الريح ني حتى حاجه. واش ثاني كنوجد وقلت نوجد لي ميني برغر، لي ميني بان برغر صغيورين هكذايا ثاني كسالي باذن الله، يعني حنوجدهم لانيفيرسير تاع بنتي بيسك راهي على الابواب قريب ان شاء الله تقفل ان شاء الله عامين، وان شاء الله 100 سنه يا ربي الصحه والعمر لو بونور، هذا ما كان. سينو حاجه وحده اخرى كيما نقولوا الرزق من عند الله ماشي من عند العبد. وهنايا يعني ندير في الجوز ولا الكاوكاو ولا نتوما واش راكم حابين ديروه مع الاخر باش هكا يعني نستحفظوا عليه في لاباط ديالنا يجينا بيان. هنا عندي انا هاد لو مول كاري تاع براونيس، انا نسمي هذا لو مول تاع براونيس باسكو شيتو سبيسيال لو براونيس، واش درت له درت له شويه لا مارغارين فارينا ونحط الكيكه ديالي كيما راكم تشوفوا، يعني عادي نزقمها في لو مول بيان نيطاليها وندخلها لو فوغ طيب لي طيب لي بيان من تحت، وبيان سور زيد نشعلها من الفوق شويه هكذايا باش تجيني اون كروسيونت من الفوق، ومن بعد هاديك نخرجها ونخليها تبرد، هذا ما كان. دوكا دوك نزقمها نزيد لها ما تنساوش درت لها انا اللوز ايفيلي درت لها هذا ما كان، اللي حب دير نواط كوكو اللي حب دير سوا كاكاو اللي حب تخليها هكذاك تو سامبلومون، يعني ماشي اوبليجي. اللي عندها دي شوكولا تقطعها صغيورين ترميها من الفوق، يعني نتوما واش تحبوا. هذه كيكه بزاف غنيه غنيه، على سي بور سا اللي نقول لكم اللي ما تحبش حلاوه ولا نقصوا من السكر بيسكاي فيها الكاكاو ولا اللي حتزيد تشبهها بشوكولا، يعني كل وحده وكيفاش، هذا ما كان البنات. قلت لكم بالنسبه لعاود نقولوا لو سوجي تاع رمضان، قلت لكم نوجد لي ميني برغر نوجد لي فون دو تارت، وباذن الله باذن الله راني حابه نوجد ثاني لي كرواسون سالي. بيان سور البنات باش نكونوا متفاهمين، لي ميني برغر ولي كرواسون سالي ما نعمرهمش، نوجدهم برك ونكونجليهم. مي وشنو قلت لكم صبروا عليا باسكو راني حابه ندير هاد التوجه تاع كي نعرف قعدت سمانه على رمضان 14 يوم ماكسيموم هكذا كيما قال، كي نطول 14 يوم مانيش حابه على الشهر الافونس نوجد وهما كونجليين نو.
نو ديجا جامي درتها واني حنديرها كما قال واحد وشاد كرشومي معليش نجرب مي في نفس الوقت باش نقص على روحي باسكو مي يقطعوا لنا الماء هاد اليامات واني خايفه في رمضان ثاني كيوليو يقطعوا سي بور سا حسيت روحي جو سوي اوبليجي ندير هاد التحضيرات او موان نقص على روحي كي ندخل بالخدمه نخرج لو مو 4 في رمضان واقيل اه لو مو 4 معناتها لو طون الحاق الحامس راكم تعرفوا سيركيلاسيون وحكايه هذه هي ربي قدرنا هذا ما كان ويجعلها في ميزان الحسنات تو سامبلومون ويلحقنا ان شاء الله رمضان كريم يا ربي لينا وليكم وحبابكم هكا البنات دوك انا هذه ندخلها الطب وانا ايفا طابت لي كيما راكم تشوفوا يعني تبان لكم على لي كوتي كي طيب لكم البسكويت تاعكم يعني ولا الكيكه تاعكم تحزي تشوفوها مجبدت شويه على الموت ما كعرفوا بلي طابت من التحت وشعلوا لها من الفوق واللي ما تعرفش دي ان كيودون تعرفي بلي داخل طابت لك ولا لا لا كيما انا هنا طابت لي كيما راكم تشوفوا جات شهي شهيتكم في الجنه جربوا الوصفه بزاف بنينه بزاف سهله ولا غير بزاف بنينه سختو الاطفال ولادكم اذا يحبوا هاد الصوالح راهي رايحه تعجبهم بزاف سختو اللي يحبوا المكسرات راهي رايحه تعجبهم انا هنايا كيما راكم تشوفوا حمرتها شويه من الفوق وكاينه اللي تحب دير لا جولي يعني بوغ افوار هذاك الايفي يعني لا بريونس يعني من الفوق تنجموا ديروا ولا المعجون نتوما واش تحبوا انا جي بريفيري نخليها هكا بويسك هذا درتو بوغ ان شاء الله اليامات هذوما تاع لا سيمين تاع 4 ايام ان شاء الله كي نكون خدامه اوموا كي نوض صباح نلقى باش نسقح وتعرفوني انا نحب ندير دي غاتو تاع لي يشدوا لي ماكسيموم سمانه حتقولوا لي هذا كيفاش يشد لك انا هذه تشد لي سمانه ودي فوا تقعد لي لا سمانه بويسك قلت لك قلت لكم بليتو راجلي ما يحبش بزاف دي غاتو هادو ما سكري ما يحبش عفسه سكري وبنتي ما تاكليش هادو معناتها نقعد ناكل فيها غير انا مامي داك لا راجلي ياكل حاجه قليله ما ياكلش بزاف منها يعني ماشي ان غون مورسول قلت لكم هو ماشي اكل تو سامبلومون فوالا البنات سي بور سا انا هادي تشد لي والحمد لله يا ربي جربوا الوصفه على بالي بلي راح تعجبكم واذا حبيتوا ندير لكم فيديو ديالها بالتفصيل يعني سبيسيال جوست لهادي نديرها لكم قولوا لي برك خلوا لي في تعليق نديرها لكم وان شاء الله في صندوق الوصف راكم رايحين تلقاو الوصفه نكتبها لكم هذه المره باذن الله نكتبها لكم ان شاء الله برك ما ننساش في الوزمو نكتبها لكم هكا اللي تكون حابه تجربها جربها تو سامبلومون وهكذا باش تعطوني نتوما تانيك رايكم باش اذا جربتوها خلوا لي اذا موالفين ديروها اللي تعرفها ولا موافه ديرها خلي لي في التعليق تعطيني الفاصون تاعها بالك بدلت شويه ولا بالك تقريبا كيما انا باش انا تانيك نسي كيما نتوما ماشي غير نتوما تسيو عليا ولا واش قال البنات انا هذا هو لو مومون تاعي اللي نحبو سي بيان كي نكون وجدت في قهوتي ما نكذبش عليكم واحد لو بونور واحد كيما قال عشق لا يوصف هذه هي البنات لا واش قال فوالا الكيكه كي قطعتها قلت لكم ما تجيش مدكسه وما تجيش هذيك طالعه بزاف كي المسكوتشو حتى ونتقهم غيان افوار البنات شوفوا تجي نص نص وشوفوا الجوز كي واش قلت لكم الجوز ولا الكاوكا ولا اللوز نتوما واش رميتوه ارموه مع لافان يعني على فان ارموه باش هكا يقعد لكم يبان الداخل هكا البنات مي سينو بزاف بنينه وانا هذا هو لو مومون بريفيري تاعي كي نقعد راسي بالقهوه وحليب على بالي نتوما تاني تحبوا هذا المومون تحبوا هذه اللقطه كيما انايا عشاق القهوه وين راكم هذه هي ما نكذبش عليكم ونحب كي نكون قهوه مع الناس يعرفوا لها اللي قاعدوا راسهم كيما نقعدها انايا تو سامبلومون هنا بنتي كانت راقده قلت جو بروفيت نوض نقعد راسي نسقهوه بيسك العشايه وطايب الحمد لله يا ربي يعني مامي دا قعدت لي نجد جو سالاد ولا ماشي حاجه كبيره مي سينو انا نروح كيما قال نستغل الشيخ مع راسي ونولي ليكم وهنا البنات كما قلت لكم هنا كانت لحقت 7 تاع الليل يعني قريب يجي راجلي باش هو كي يدخل للدار يلقى العشاء واجد ما نحبش انا كي يدخل للدار يلقى نجاره وندير منو من نحب كل حاجه تكون واجده و ميم طون كما قال واحد يستقبلوا بيان سور انا جسمي من الناس اللي مازالها تستقبل راجلها بيان سور انا وبنتي مازلنا هكذا ونقعدوا ديما هكا حتى يولي في عمرنا 100 سنه ان شاء الله يا ربي ربي يطول العمر ويخلينا توجور لبعضنا سينو قلت لكم هنا وجدت لا سالاد حاجه خفيفه بطرف غليته بالمايز وهنا اللي طوماط سوريس نموت عليهم لي طوماط سوريس وهذاك البيض غليته ولو جون تاعو واش درت له لو جون تاع البيض الصفر تاع البيض خدمته بالمايونيز والكيتشاب بويسك بنتي تحبو هكذايا الوغ وجدتهم لها هكذا في العصيات كي تحب تاكل بيان سور سينو العشاء تاعي قلت لكم واجد لي فخيتاني نقلي فيهم لبنتي هنا العشاء تاعي درتو يسخن باش امها مع اللي يدخل راجلي في هذاك الوقت يعني يكون هذاك هو كل حاجه سخونه مازال لي غير نوجد الطابله برك هذا ما كان لي فخيت راهم يتقلاو لبنتي باش رافقهم مع الجواز بويسك ما حبيتش ندير بطاطا داخل باش ما تجينيش مدكسه
وانا هنا نحبس معكم لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش اي فيديو ان شاء الله نحطه لكم، وهكا باش تحفزوني كيما راني نحفز فيكم انايا. ديروا لي جيم، خلوا لي كومونتير من تحت البنات هكا باش نقرا لي كومونتير ديالكم، وقولوا لي واش راكم حابين تشوفوكم وصفات، ندير لكم وصفات ان شاء الله. وانتم جايين واحد الوصفات شابين باذن الله نتقاسمهم معكم. ديسي لا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفسكم بزاف بزاف وفي صحيحتكم، وما تقلقوش مني اذا هضرت بزاف اليوم، باسكو انا راني حاسه باللي هضرت 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 تاع موت وحشتكم وحبيت نقصر معاكم. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.